بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم تلاميذنا الحلوين بدرس جديد من دروس مادة القراءة للصف الثالث الابتدائي. درسنا اليوم حيكون صفحة 100، الحواس الخمس. حقرأ الدرس وانتبهوا على الحركات. الحواس الخمس. قال حسن: هذه عيني، بالعين أستطيع أن أبصر طريقي وأرى كل شيء، وأستطيع أن أقرأ وأكتب. العين حاسة البصر. وصاح عادل: هذه أذني، بالأذن أسمع الأصوات، فأسمع كلام الناس وأسمع الأناشيد والأغاني الجميلة. الأذن حاسة السمع. قالت هيفاء: هذا أنفي، بأنفي أشم الروائح المختلفة، فأشم رائحة الورد ورائحة الطعام. الأنف حاسة الشم. وصاحت إيمان: هذا لساني، بلساني أذوق الأشياء فأعرف طعمها، وبه أعرف الحلو والمر. اللسان حاسة الذوق. قال هاشم: هذه يدي، بيدي ألمس الأشياء فأعرف الناعم والخشن، وأعرف البارد والساخن. اليد حاسة اللمس. قال الجميع: نحافظ على سلامة هذه الحواس ونعتني بنظافتها ونبتعد عن الأشياء التي تضرها. أبنائي، علينا المحافظة على سلامة الحواس اللي هي شكم حاسة عندنا؟ خمس حواس. أولا العين، الأذن، الشم، الذوق، اللمس، حاسة النظر بمن نشوف بعيننا، بمن نسمع بأذننا، بمن نشم بأنفنا، بمن نذوق بلساننا، بمن نلمس الأشياء بيدينا. أحسنتم. علينا المحافظة على هذه الحواس وأن نعتني بنظافتها ونبتعد عن الأشياء اللي تضرها. حيكون واجبنا أحبائي كتابة هذا الدرس دفتر القراءة. خلينا نأشر الكلمات المطلوبة للإملاء. أول شيء عندنا أرى كل شيء، أرى كل شيء. ثاني كلمة بالأذن، بالأذن، بالأذن. الأناشيد والأغاني، الأنف حاسة الشم، إيمان، اللسان، ألمس الأشياء، اللمس. هذه الكلمات وين راح نكتبها؟ أحسنتم، نكتبها بدفتر التقوية. واجبنا أيضا حل التدريب الثاني. وشكرا لمتابعتكم.